المعرض هذا المعرض هي رسالة مني لكل المنظمات البيئية والمجتمع المدني في هذه في تفادي هذه الظاهرة ظاهرة انتشار المخلفات في خاصة في هذه الظروف مخلفات الحروب أكثر شيء مخلفات الذي هذه الحروب التي فرض علينا. وحاولت في هذا المعرض جمع هذه النفايات وهذه البقايا وتكوينها إلى عمل فني إبداعي من خلال الفن ومن خلال الأسلوب النحتي أو الجداريات. المعارض في مثل هذا الأسلوب فن البيئي المعارض معارض جديدة في مجتمعنا لأن هذه المعارض غير واردة في مجتمعنا، ولكن من خلال هذا المعرض حاولت جذب المشاهد لهذه الأعمال وتعريفهم بموضوع الفن البيئي وما هو الفن البيئي وماذا صياغته ولماذا يثور الفن البيئي. الفن البيئي نحن بأمس الحاجة حاليا في لهذا الفن لتفادي هذه النفايات المتراكمة في بيئتنا التي تسبب ضعف في الجمالية، تسبب أمراض أو تسبب أشياء تالفة في هذا المجتمع الحالي. في هذه اللوحات لم أستعمل أي لون، أي لون، مجرد هذه اللوحات استعملت فيها أسلوب الحرق، أسلوب الحرق. الحرق أصبح ظاهرة في مجتمعنا لكثرة عدد المرات الذي حرق فيها بيئتنا. هاي أول مرة أدخل معرض تشكيلي مثل هذا الترتيب، شايف معرض عادية طبيعية بس المش يعني الشيء الحلو والمميز بهذا المعرض إنه تقريبا 80% من المعرض كله عن البيئة وعن شغلات النفايات ومخلفات هاي الحروب، ونحول شغلات مو زينة إلى شغلة زينة، وهذا كله يعود طبعا للمدينة ومظهر المدينة والناس تجي تشوف هاي المدينة بشكل أرتب وحلو.